شخصياً كتير بحبها والكل بعزها، الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، رح تكون ضيفتنا اليوم بفقرة عفواً، لكن خليكم معنا لحتى تشوفوا إذا رح تشعر بأي شيء من أولها ورح تكشف الخلل بفقرة عفواً أو لا. تفضلي. يسعد اوقاتكم مشاهدينا الاعزاء عبر شاشه فضائيه النجاح، بكل خير وسعاده ومحبه ايضا، واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص والحصري مع الدكتوره ليلى غنام. اهلا وسهلا فيكي، يسعد كل اوقاتك. اهلا فيك. كيف الحال؟ يسعدك، اهلا وسهلا فيك وفي محافظه رام الله والبيره. الله يسعدك يا رب. يعني بدايه دكتوره ليلى، نسالك عن وضع الثروه الزراعيه والحيوانيه في رام الله بشكل عام. أكيد الموضوع اللي بتحكي فيه مهم، بس في وضعنا الحالي في مواضيع كثير أهم، فكل التحية لكل نسائنا، لعائلات الشهداء. نعم. لعائلات الأسرى، للجرحى، للمبعدين، كل المحبة لشعبنا الصامد في هذه الظروف. كل التحية لك، وهذا لأنه كلك إنسانية، ونفس الشيء بنتذكر الناس المواطنين بفلسطين اللي تهدمت بيوتهم بيشعروا بالبرد، فبيحاولوا يدفوا حالهم بالاستعانة بأكل الشوكولاتة الكتير، السكر، لكن بنفس الوقت بيعتبروهم مضرات للسكر وبيستعينوا فيهم بدل العسل. فأنت من هاي الناس اللي بتلجأ للعسل إنه أضمن لصحتك؟ بطلتي بدك الثروة الحيوانية؟ يعني إنه حكي بجر حكي، يعني من حكك. طيب ماشي. أكيد كل واحد بحب الشوكولاتة، والناس الحلوين بتحب الشوكولاتة، فأنا زي كل الناس بحب الشوكولاتة، بدفي حالي بالشوكولاتة. بس ما بتلجأ إلى العسل بدل عنها؟ بنضعف بالصيف وبننصح بالشتاء. العسل له وقته والشوكولاتة لها وقتها. بتلاحظي إنه برام الله في نقص بإنتاج العسل الطبيعي؟ لأنه بعيد شوي عن الريف وحياتنا. كل محافظة إلها خصوصية وكل محافظة إلها إنتاج. في رام الله في يعني مزبوط أنا محافظ بس طايحة في كل التفاصيل. بناء على كلامك هاد كمان بيقودنا الحديث للسؤال عن خلايا النحل في البرد القارس، كيف ممكن نحميها ونجنبها من أي يعني عارض؟ هلا يعني أنا محافظ بخش في تفاصيل، بس خلايا النحل بدك تسألي مربي النحل. طب أنت شخصيا أنواع العسل المفضلة بالنسبة لإلك، السدر أم الحوامض أم السنديان؟ ولا الطايح رايح أنا عندي. كله بوكله. قلقية مؤخرا عم تشهد تقدم وتطور في زراعة الأفوكادو. نعم. كلنا بنحب الأفوكادو أكيد، ومفيد. والجوافة كمان أهم شيء، يعني خلصت موسمها للأفوكادو. أنت مباشر؟ طبعا. إحنا مباشر. أوكي. على الهواء. ماشي. إحنا هلا رح نطلع لا فاصل لحتى نرجع نكفي لقائنا معك دكتورة ليلى غنام، فانتظرونا. فاصل عشان احكي لانكم مباشر. هلا انت سالتيني سؤال اول ما اجيتي، انه عصبوك الجوه من الروكه، قلت لك مش سهل ينتقل معي عصبيه على مكان. بس شكلك لسه معصبه. لا مش معصبه، بس انت مش انت. كيف يعني؟ يعني انت مش انت اللي بعرفك، المذيعه المهنيه، لا يعني انت بتخوثك هذا صح؟ انت عرفتيني، يعني انا قبل هيك لسه اول ما بلشت بالاعلام عملت معك مقابله، بس كنت وبالعكس أقوى. يعني انا هلا متراجع لورا، ما مش عارفه يعني شو السبب. بس مش مآمن انا يعني. تخيلي، طلع اقرا اطلع. طب انا مش معده. بما انك انت صحفيه يعني مخضرمه، سيبك من ورقه الاسئله. طب انا ما بدي كدير لك اللقاء. انا بالعكس بفخر. يلا خذي نفس، بدنا نرجع هلا بس قدام الناس ما يصيرش شيء. نرجع نرحب فيكم من جديد مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص والمميز مع الدكتورة ليلى غنام، ونسأل الدكتورة عن وضع المحافظة بشكل عام والخطة اللي ماشي عليها لتطوير والحفاظ على الأمن والأمان بالنسبة للمواطن الفلسطيني في مدينة رام الله والبيرة. يعني مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم في محافظتنا الحبيبة. احنا بنحاول قدر الإمكان أن يكون في عنا سيطرة وفرض أمن داخلي، ابتداء من حزام الأمان اللي بنحطه انتهاء بأكبر جريمة موجودة عندنا. صح. نتشكرك على استضافتك لنا اليوم هون بمكتبك الرائع وجميل جدا، كل التحية لك وكل التوفيق يا رب عطول. تحياتنا. شكرا، يعطيك العافية. وأكيد كل الشكر لي مشاهدينا الأعزاء على حسن وطيب المتابعة لهذا اللقاء. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. خلصنا. أنا كتير أسفة دكتور، يعني مش لابك لك على فكرة. ايش مش لابق لي؟ ولا شي، سلامتك، اشربي السرعات تبعتك. طب يعني عن جد شو تفسيرك؟ انت شو بتقولي عن هذا الموقف اللي صار بحقي؟ فيلم هذا يعني من الاخر. فيلم هندي ولا؟ والمخرج تبعكم خوف الله انه ما هو مخرج. انا والله من اول ما اقتنعت فيه.
بس انت على سطح الدكتورة. اكيد. طب احكي لنا كلمة هيك لا او هون هون للكاميرا الخفية. بس والله كشفتكم كشفتكم سؤالك الاول وكشفتكم انك هلو بتعصبي عليهم وانا قلت لكم وانا مش قلت لكم.